This story is about a group of youths who lived during the persecutions by the Roman Emperor Decius around the year 250 AD. These young men were accused of following Christianity, and they were given some time to recant their faith, but they refused to do so. Instead, they chose to give everything they had to the poor and retire to a mountain cave to pray, where they fell asleep. When they awoke, they thought that they had only slept for one day, and they sent one of them to the nearby town to buy food, with instructions to be careful. And that's when he learned that they had been asleep for over a century, and that in the meantime, the whole empire had embraced Christianity. They told their miracle story and died that same day. Today, we are visiting the cave in which they are said to have slept. We were asked to wear long gowns, as it's considered a religious site. Hello. Hello. We are here at Seven Sleepers Cave. Let's check it out. The entrance to the cave is rather small. On the walls outside, you can see unique engravings. In the right and left sections of the cave are seven constructed graves resembling coffins. The grave on the left had a small hole. If one peers into it, human remains can be clearly seen. But now it's closed. The tomb to the right bears an octagon, which could be a remnant of the Christian church. Several artifacts were found during excavations. All these things have been gathered and placed on a display now maintained within the northern wall of the cave. In the eastern section of the cave is a small tunnel ascending upwards, which resembles a chimney that expels smoke. This tunnel enters and leaves through the roof of the cave. هناك قريب من 40 دولة تدعي الكفلها أشدها خلافا بين كهف الأردن وتركيا. أنا قدمت رسالة ماجستير عن أصحاب الكهف، كهف الأردن وكهف تركيا، لأن هم أشدها خلافا. طبعا في تركيا هناك ثلاثة كهوف مختلف في صحتها، لكن نأخذ أكثر كهف أيضا مشهور في تركيا اللي هو كهف أفسس في ولاية أنطاكيا، ونعمل مقارنة سريعة بين كهف تركيا وكهف الأردن. هناك المنطقة المجاورة لكهف اسمها أفسس، هذه الرقيم. هناك لا يوجد مسجد، هنا موجود مسجد. هناك موجود عشرات المقابر، هنا موجود سبعة قبور. هنا الفجوة اللي موجود فيها أو مكان نوم أصحاب الكهف موجودة، بينما هناك الكهف في تركيا كله جاي بشكل دائري. أيضا هناك كهف لا يصلح للعيش لفترات طويلة لأن درجة الرطوبة فيه عالية جدا، بينما هذا المكان صالح للسكن لفترات طويلة وهل يعني خالي من الرطوبة هذه. أيضا هناك اتجاه الباب للشمال الشرقي، استحالة أن تدخل، أو عفوا للشمال، استحالة أن تدخل من الشمس وقت الغروب نهائيا كما هو مذكور في القرآن. وهنا اتجاه الباب للجنوب الغرب تدخل الشمس كما هو مذكور في القرآن. عدا عن أنه أقوال علماء كثير وصحابة ومؤرخين زادوا هذا المكان وقالوا أن هذا الكهف، مثل سيدنا ابن عباس وكعب الأحبار وأيضا جبل إبراهيم قبل أن يرتد عن الإسلام، مستشرق فرنسي كبير مونتيغانو وابن كثير وابو اسحاق الثعلبي، كثير كلهم يقولون الكهف هنا في الاردن. تمام. نعم. بدي اسال، كان في العظام كان مفتوح يعني التابوت؟ العظام كان ظاهره في 1963 الحكومه لما بدات اهتمام في هذا المكان تم جمعها، وفي 2008 او 9 اغلق هذا المكان بالكامل لانه لكل قبر حرمته واكرام به الدفن وبه تتابع. تمام.
طبعا بدنا نسمي هنا من اغلب انحاء العالم من كل الجنسيات الاوروبيه والامريكيه والشرق الاسيويه والعربيه كلهم، لكن اكثرهم يعني كان قبل كورونا هي جنوب شرق اسيا، هذه انجليزي انجليزي سيسوكي كانوا بكثره يجوا. في سبب معين؟ لا، هو بسبب انه يعني هذا المكان انت تجري في هذا المكان يعني بالنسبه لي يعتبر اعظم مكان في الاردن، كونه نزلت في في فيه او سميت فيه سوره كامله باسمي الا وهي سوره الكهف، وهي ايضا مرتبطه بالموسم ارتباط وثيق كما هو حال القران الكريم، لكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءته كل يوم جمعه، فلذلك يعني شيء مهم جدا. هم لما يجوا يعني هؤلاء الشعوب ياتون الى هذا المكان وقد يعني قروا سوره الكهف، عندهم حب كبير ان يشوف المكان شكرا. Outside looking west, you can see the lower mosque, which was probably installed either during Umayyad or Abbasid periods. Then there is the upper mosque. The remains of an ancient mosque can be clearly noticed, elevated several feet above the cave. At one time, a small church was built on top of the cave. This was converted into a mosque. Four pillars were discovered, fashioned in the mode of the Roman era. خير؟ مساء الخيرات، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بدي أسألك شو بتعرفي هون عن مكان أهل الكهف؟ والله هاي أول مرة أجي، بس يعني بعرف عنهم يعني بالقرآن الكريم إنه يعني أهل الكهف باتوا بهذا المكان، وجيت هيك حبيت أجي أشوف المكان. تمام يلا شكرا إلك. خير؟ كيفك؟ الله يكرمك. بدي أسألك اليوم عن شو أنت بتعرف عن أهل الكهف؟ كونه أنت بالمكان هسا يعني. أنا والله زيك ضيف جاي هنا، بس يعني أنا بعرف إنهم اثنين أو ثلاثة كانوا نايمين يعني يجوا يستريحوا، فناموا صحيوا بعد 40 سنة 100 سنة أو كذا، وما هم الكلب تبعهم يعني. مش هيك؟ يسلموا. مرحبا. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو بتعرفي أنت عن أهل الكهف كونه أنت هسا بالمكان هذا؟ أنا بعرف عن قصة أهل الكهف إنه كانوا هم عايشين في مكان فيه ملك ظالم، فأجوا كانوا سبع أطفال ومعهم ثمنهم كلبهم، فدخلوا هنا على الكهف إنه وربنا إنه خلاهم يناموا هنا 100 سنة. بعد 100 سنة صحيوا، وبعدين إنه نزلوا على السوق إنه كانوا عشان جاعوا، فشافوا إنه أشكالهم كانت كبيرة إنه كان لهم هاي، بس هذا اللي بعرفه. ماشي شكرا. Our tour has come to an end. You can find more about the controversy of this story in our blog. Hope you like it! Cheers! Cheers.